هذا الدين العظيم أيها الإخوة ربط أتباعه المنتمين إليه برباط وثيق عظيم عجيب، وهو رباط الأخوة الإيمانية. هذا الرباط الذي جعل الناس الذين ينتمون إلى هذا الدين رغم اختلاف أعراقهم، ففيهم العربي وغير العربي من جنسيات ومن أعراق شتى، رغم اختلاف الجنسيات، رغم اختلاف اللهجات، رغم اختلاف الألوان، رغم اختلاف الانتماءات، فإن الله عز وجل بهذا الدين ربطهم برباط وثيق حتى جعلهم كالجسد الواحد، ولا يمكن أن تجد هذه الرابطة إلا في دين الله الإسلام، في الرابطة الإيمانية، عندما قال المولى تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة.